انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي عزي صاحبتي. ايه هتطردني؟ ازيك يا سارة؟ ازيك يا مريم؟ اتفضلي فريدة فوق. يا حبيبتي بابا مات. أنا عارف. ايه في حياتك حبيبتي؟ شدي حيلك. أنا ما صدقتش رجع لحضني ورجعنا نتكلم. معلش، ما يمكن ربنا عمل كده عشان ما يموتش بعيد عنك، مش كده؟ ملحقتش. بصي، أنا عايزاكي تلمي الحاجات المهمة وتحطيهم في شنطة وبسرعة، يلا عشان انتي جاية معايا. طب ويوسف؟ يوسف الكارت بتاعه اتحرق، كان بيهددك بأبوكي، أبوكي مات. خلصنا، قومي بسرعة. انت رايحة فين؟ تعالي هنا. هي جاية معايا. جاية معاكي فين؟ انت مش هتخرجي من هنا. لا هتخرج وهتيجي معايا. فريدة لو كسرتي كلامي انت عارفة انا ممكن اعمل ايه؟ هتكسره وانا اللي هكسر لك كلامك المرة دي. خلاص الكارت بتاعك اتحرق، ابوها مات، اتفرج انت على الافلام لوحدك. بتتحديني يا مريم؟ لا بتحداك، والمره دي بالذات عشان لو ما بطلتش هحكي لاختك كل حاجه، اطير بقيت عقلها. يلا يلا. انا حذرتك يا فريده، انا حذرتك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.